وتقابلنا مع المحافظين وأخذنا موافقة مبدئية، وجينا اليوم يعني نأكد الكلام هذا مع معالي الوزير على أساس نشوف إيش محتاجة بني سويف، إيش محتاجة الفيوم، إيش محتاجة بعض المناطق أو حتى الصعيد. المهم أن نشتغل سواء بإيدنا سواء ماديا سواء نوقف الشباب. الشاب اللي يقول أنا ما عندي شغل يجيني، أنا تليفوني موجود في المحافظات وموجود هنا، أي إنسان يقول ما عندي شغل في مصر يعطيني المهنة ماله. أنا على أساس كذا تعمدت، اتفقت مع محافظ بني سويف الفيوم أني أنا أخذ رعاية الشباب وأجيب لهم اللي هم الشغلة اللي يعرفوها. يجيني شخص يقول لي والله أنا أريد المبنى هذا وبعمل في مصنع أو بعمل في أي حاجة، أنا أعمل لك، أنا ما أريد شيء، لا هو باسمي باسم المحافظة، أنا ما أريد شيء لنفسي، ما أريد. أنا كلت وشبعت من مصر الحمد لله، لكن بدي أوقف مع مصر. اللي يريد مصنع، اللي يريد يفتح مكان، يفتح شيء يعني يفيد نفسه ويفيد الدولة، احنا حاضرين. انا عندي مهندسين وجايب الكونسولتو معاي كامل، ممكن نعمل له اي مشروع يريده بس تحت ادارتنا. لسبب مش ياخذ الارض الا المكان ويسعه وبعدين يروح يبيعه وبعدين لا، هذا الامور احنا ما عندنا. احنا عندنا بدنا الشباب المجتهد لا يخسر ولا يدفع، احنا نشيل من ازره. هذه وحدة بالنسبة للمباني او الوحدات السكنية او المساجد اللي عملناها، وابتدينا في كذا قرية يعني حتى بالمنيا احنا عملنا مسجد عن قريب، وابتدينا من يومين نشتغل عند سعادة المحافظ حازم يعني في الناس اللي من متضررة بيوتها وقعت وكذا، فابتدينا نشتغل واخذنا الشركات يعني ما زالوا شغالين هناك. حتى الصحافة لو بغت تجي تشوف الناس هاي وتقابلهم، احنا ما عندنا مانع، لان حاجة واحدة احنا هدفنا الوحيد ان نكون واقفين مع الشعب المصري وواقفين مع فخامة الرئيس وواقفين مع اي طفل مصري، اي طفل صغير احنا واقفين معاه. في الاخير المصلحة واحدة مشتركة. اما بالنسبة للمزرعة الفدادين هذه او اللي عملناها 10,000 فدان، اللي يريد من الزراعة ما عنده الشغل ونايم وتعبان خارجين الزراعة، احنا فاتحينهم الحين حاليا مبدئيا يعني مشروعين كبار، 10 ب10 يعني 20. ال20 هذه يتخللها 6,000 بس للشباب الذي عاوز يشتغل وينتج، برضو نزرع له ونوقف معاه، بس يكون الصباح زي ما قال الرئيس 7 يكون في المزرعة، احنا نقول له 7:30 بس تشتغل، نجيب له المزرعة ونعطيه بدون ما يدفع فلوس، يشتغل على اساس لما اعمل له انتاج اسوق له في السوق، اخذ الانتاج هذا واسوقه وخلص له الارض ما عليها فلوس ما عليها ديون ما عليها حاجة، نقول له اذا زادك ربيتين كمان تفضل هذه كمان إلك. بس ما أريد واحد يجي يأخذ مني مزرعة ويسقعها ولا ينام، أو ما بده يجي أساسا اسم أنه أخذ، أنا ما أريد. فلوس موجودة، أنت شو قصرك الشاب شغل، إحنا مستعدين نشتغل معاك، إيدنا على إيدك، أنا سايب بلدي هني مستعد أشتغل معاه وأجيب الفاس كمان وقدامه أشتغل. إحنا تعودنا من الشيخ زايد على الصبر وعلى الجهد والاجتهاد، وأحب أن الموضوع هذا يتطبق في مصر على جميع المستويات. احنا مشاريعنا ليست بس كلها خيرية، ما فيها شيء، المهم في الاخير نعرف كيف نرجع الحق البسيط اللي دفعناه للمواطن المصري، من بعد ما يشتغل، من بعد ما يعمل، من بعد ما يشوف عندي مهندسين يجوا يشوفوا يشتغل ولا لا. هو ما يشتغل اوكي يسلم الوحدة للمحافظة ونجيب ناس ثانية يشتغلوا فيها. اما اني انا اسقع ارض، اسقع أكلام يعني مصر يعني أخزن أرض أو أخزن مصنع أو أخزن بنا وبكرة أبيع على واحد ثاني زين، وبكرة أدش في مشاكل أو أعطيه أرض وأقول له هذه إلك 5 فدان روح ازرعها، طب ما عنده يزرع، وين عنده الشاب هذا يزرع؟ إذا أنا ما أخذت بإيده وإذا إحنا ما وقفنا معه كيف بيزرع؟ فإحنا إن شاء الله رب العالمين نشكر المحافظين ونشكر المسؤولين في مصر، لأن فعلا الآن غير عن الأول،
طبعا ما نتكلم على عهد حد معين، بس نقول الآن غير عن الأول. الآن في تقدم، في التاجر لما يجي تنفتح له الأبواب ويعرف المشاريع اللي محتاجها الدولة. الدولة تقول استفيد بس اعمل لي، احنا ما نريد نستفيد 3 سنوات، ما نبغي، بس نبغي نشوف مصر أم الدنيا، غير كذا ما نريد. وباقي المشروع هذا طبعا شرحه على المهندس مجدي اللي هو طبعا رئيس مجلس الإدارة عندنا، وهو المصمم والمشروع هذا الأول في الشرق الأوسط، زين، لأنه ما تعمل إلا في كذا دولة، 3 دول، فما بنذكر أسماء، زين، لكن إحنا نبغي دائما الأول، ودائما مشاريعنا تكون الأول. فإذا كان المشروع هذا انعرض في الشرق الأوسط إحنا يعني غلطانين، لكن أتمنى أن يكون يعني المشروع الأول والأوحد، زي ما يقول الشيخ محمد بن راشد الله يطولنا بعمره، دائما إحنا نحب نكون الأول في شغلنا. عملنا جزيرة النخلة، وعملنا دبي، وعملنا أبوظبي، والشيخ محمد بن زايد الله يحفظه دائما يقول لك إحنا البيت متوحد، وإحنا مصر البيت متوحد. نعم سيدي. الزراع، شوف بص، الزراعي أول دفعة 6 شهور تستلم، 3 شهور أول دفعة، لأن حوالي مجدي 1500 ولا 2000 فدان، 2000 فدان خلال 6 شهور تستلم. شروط الاستلام أنا أتقدم إزاي؟ إيش الشروط اللي أي شروطك؟ جيب لي ورقة من المحافظة، زين، إن هي تتعهد إنك إنسان ما عندك أي مشاكل أول حاجة، ثاني شيء زين تشتغل في المزرعة معي، شرطي الوحيد تجيب اللي بيشتغل يشتغل بإيده معاي، وأنا أوجهه أدي له البذور، أدي له المهندسين، أدي له كل حاجة. يعني هو المشروع مش هيكون ملك للشاب، هيكون ملك، لا 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 لا، ملك المحافظة مش ملكي أنا. أنا ما أريد شيء ملك لي، أنا عندي 5000 وعندي 4000 ملكي عندي، وفي مصر، وأحب شغل مصر، لكن أتكلم هذه المشاريع احنا حصلناها طبعا، المحافظين هم اللي طلبوا ان نشتغل معاهم، هي ملك المحافظه.